السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحلى متابعين زهرة الكاميليا. إن شاء الله هنعمل مع بعض مقلمة بيضاوية للمدارس. هي بتاخد أدوات كتير واسعة، عملتها بخيط مكرمية، بتاخد مسطرة 20 سنتي أو أكتر. ممكن تعمليها كشنطة ميك اب، تحطها في الشنطة بتاعتك بتاع الخروج، بتنفع كشنطة ميك اب أو مقلمة. لو أول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. هنبدأ على بركة الله. معايا خيط مكرمية مصري، أنا هعمل باللون الأخضر. معايا إبرة وفتلة عشان السوستة، معايا إبرة 4 وإبرة 3.5 هستخدمها، وولاعة وماركرز وإبرة تنظيف ومقص. هنبدأ على بركة الله، نسمي الله كده وهنبدأ السلسلة. نعمل عقدة البداية، ونبدأ 23 سلسلة. انا هستخدم ابرة 4 الاول، اشتغل بابرة 4. هعمل 23 سلسلة، عملت 23 سلسلة وهقول لكم المقاس كام. انت سواء هتشتغل باي خيط انت عايزاه هتعملي المقاس 17 سنتي. هنعمل ايه؟ هنقلب السلسلة كده، الضلع بتاعها ده مش وشها، وش السلسلة اهو، هنقلبها على الضلع ده كده وهنعد 1 2 3 وهندخل ابرتنا في تالت غرزة كده، في تالت سلسلة، وهنشد ونعمل غرزة حشو بالشكل ده. هناخد العلامة بتاعتنا كده وهنحط العلامة بتاعتنا فين. احنا سيبنا سلسلتين وعملنا في التالتة غرزة حشو، احنا هنحط العلامة بتاعتنا هنا في اول غرزة. شيل الابرة عشان اقرب لكم الكاميرا. في الغرزة دي، مش دي، دي كده، حط العلامة بتاعتي هنا وهبدأ اعمل غرز حشو لحد ما اوصل الغرزة الاخرانية بالشكل ده. هعمل كل ده غرز حشو كده لحد ايه، ما اوصل للغرزة الاخرانية اللي هي عقدة البداية. بنعدها برضو، ما بنعملش عقدة بداية في دي، فاحنا بنشتغل اصلا في عقدة البداية دي هنشتغل فيها 3 غرز. انا هعمل 20 غرزة حشو بالغرزة دي وارجع لكم. عملت 20 غرزة حشو بالشكل ده، فاضل غرزة انا هعمل فيها 3 حشو، 1 2 3. طبعا دي عقدة البداية، انا بشدها كده عشان تقفل معايا الايه، الفتحة دي. انا عملت 3 حشو، هعلم بماركر اول غرزة من التلاتة، هما دول 20 معروفين، تعلمي بماركر اول غرزة لو هتتوهي عنه. وبعدين في غرزة هيت هنعمل قصادها غرزة، هنعمل من هنا كده 20 غرزة حشو لحد ما نوصل الغرزة اللي قبل الاخيرة دي اللي احنا حاطين فيها العلامة، هيدينا 20 غرزة حشو. هتعملي قصاد كل، هتاخدي فتلة البداية كده معاكي عشان تتشد وتقفل الفتحة، وهتاخدي فتلة البداية كده معاكي، وأول غرزة كده هي بتبقى صعبة شوية علشان خاطر احنا اشتغلنا في ضلع السلسلة. ليه؟ عشان تدينا السمك ده يكون متين معانا، لان انت لو اشتغلت في الحلقة دي كده هيبقى ايه، عايزة تعملي منزلقة من هنا، فهي معاكي السلسلة بتبقى من المنظر ده كده، بتشتغلي فيها
20 غرزة حشو، قصاد كل غرزة حشو بتعملي غرزة حشو واحدة كده بالشكل ده. دخلي ابرتك وتشتغلي غرزة حشو، قصاد كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بالشكل ده. انا هوصل لاخر الدور كده وارجع لكم. وصلت لاخر الدور كده، عملت 20 غرزة حشو قصاد 20 غرزة حشو. هيبقى اللي انا حاطه فيها الماركر دي، شايفينها الغرزه دي، انا هعمل فيها، هشيل الماركر منها وهعمل فيها 3 حشو. عشان الدوران احنا عملنا 3 حشو في الغرزه الاخرانيه، وسيبنا غرزه منها عشان نعمل فيها 3 حشو. واحد، اتنين، تلاتة. نخلي بالنا ان احنا هنشتغل في الغرزه دي اللي هي اول الدور، ما ندريش عليها بالتلاتة حشو، ده اول الدور عندنا. فاحنا كده هنعلم 3 حشو اولهم هنا كده في اول غرزه، هنا 3 حشو. وبعدين هنعمل ايه عشان نشتغل كده دايركت كده بقى؟ هنيجي هنا، عملنا 3 حشو، دي اول غرزه. انا هعمل كده، هجيب دي كده الحلقه دي، هاخدها من ورا كده، هاخدها من ورا كده، اول غرزه، الغرزه اهي دي، هدخل بابرتي كده في اول غرزه حشو من العشرين غرزه، واخد دي كده لورا اهي. هخش فين عشان بدايه الدور بقى؟ انا دخلت دي في اول غرزه من هنا بدل ما اعمل منزلقه، فهعمل ايه؟ خلي بالك معايا، هدخل تحت الايه، تحت الحلقتين دول، تحت الحلقتين دول كده تمام. انا هخش تحت الحلقتين واحط ايه الابره تحتي في الحلقه اللي انا رجعتها ورا، واشد الخيط كده، شد الخيط كده واطلع، الف الخيط على الابره واطلع كده بالشكل ده، واعمل سلسلة. يبقى احنا معانا 3 غرزة، 1 2 3. وفي اول غرزة عملنا ايه؟ خدنا الخيط سحبناه لجوه، وبعدين عملنا سلسلة، جبنا الخيط في الابرة وعملنا سلسلة. وبعدين هنعمل ايه؟ نفس الغرزة هنعمل حشو، في نفس الغرزة الحشو هنعمل حشو. وده كده بداية الدور. لو انت عايزة بتعلمي اخر دي، معروف ان هي ايه، ان هي غرزة حشو الاولانية دي، معروف انها سلسلة، دي هي غرزة الحشو. انت بتعلمي التلاتة دول عشان هيبقى فيهم التزايد. بعدين هتشتغلي بعد كده 19 غرزة حشو، بدي هيبقوا 20 غرزة حشو، لحد ما توصلي لأدوار التزايد اللي هما التلاتة حشو. عملت كده 20 غرزة حشو بأول غرزة، معايا التلاتة هنا، هنعمل فيهم تزايد في كل واحدة 2 غرزة حشو. هعمل في أول واحدة 2 غرزة حشو، واحط العلامة بتاعتي في اول ايه التزايد بالشكل ده، وفي التانية اعمل 2 غرزة حشو، في التالتة هعمل 2 غرزة حشو، وده اخر تزايد معايا اللي احنا عملناه 3 غرزة حشو، وعملنا فيهم 6 غرزة حشو، كل غرزة حشو 2 غرزة حشو. هحط بقى العلامة بتاعتي في اخر غرزة زيدت فيها، هنا في الاول هنا في الاخر. بعدين هعمل هنا 20 غرزة حشو لحد ما اوصل للماركر، هعمل هنا 20 غرزة حشو لحد ما اوصل للماركر. وصلت كده للماركر، هشيل الماركر كده وهعمل 2 غرزة حشو، 1 2. حط العلامة بتاعتي في أول غرزة حشو عملتها،
واعمل كمان في الغرزة اللي في النص دي 2، اشيل الماركر، دي اخر غرزة، اشيل الماركر كده واعمل 2، كده كانت اخر غرزة تزايد معايا في الدور. كده هبدأ الدور ازاي؟ دي مش هدخل فيها الغرزة، دي غرزة السلسلة اللي انا عملتها، دي غرزة الحشو الاولانية، دي السلسلة متشتغليش فيه. بشد خيطي كده وبخش جوه غرزة، بسيب السلسلة واخش جوه غرزة الحشو كده من ورا بالشكل ده، واشد الخيط كده طلعه من غرزة الحشو الاولانية، بعدين ابدأ الدور اخش تحت السلسلتين اللي انا شديتهم دول، واشد الخيط كده والف الخيط على الابرة واسحب الخيط وابتدي دوري واعمل سلسلة. بعدين في نفس الغرزة اللي انا شديت منها الخيط بعمل غرزة حشو، وابدأ اعمل غرز حشو لحد دور التزايد. عملت 20 غرزة حشو، وهاجي على الماركر كده في اول تزايد، اول غرزة دي هعملها تزايد، اعمل فيها 2 حشو واحط العلامة بتاعتي. ضروري العلامات دي، علمي بأي حاجة عندك مش شرط الماركر. واحد، عملت 2 حشو، بعمل في التانية 2 حشو، في التانية حشو، ودي 2 حشو، تالتة 2 حشو، الرابعة حشو، الخامسة 2 حشو، الستة اللي فيها الماركر هنعمل فيها 1 حشو، نحط العلامة بتاعتنا. بعدين هنعمل 20 غرزة حشو لحد ما نوصل للماركر. عملنا 20 غرزة حشو، هنعمل نفس التزايدات دي هنعملها هنا. فهنبدأ هنشيل العلامة بتاعتنا ونعمل 2 حشو، بعدين 1 حشو، بعدين 2 حشو، واحدة حشو، اتنين حشو، هنشيل العلامة وهنعمل 1 حشو، بعدين هنشد الخيط كده نحط العلامة بتاعتنا لان ده اخر تزايد. اللي بعدها بداية الدور، دي سلسلة ما بنخشش فيها، زي ما قلت لكم بنسحب الخيط من هنا كده من اول غرزة، بندخل تحت الحلقتين دول اللي احنا شدناهم، بشد الخيط كده من ورا، بعدين ابتدي الدور واعمل سلسلة، بعدين في نفس غرزة الحشو اعمل غرزة حشو مش تحت الحلقتين، في غرزة الحشو دي اعمل غرزة حشو لحد ما اوصل للماركر التاني. وصلت للعلامة، هشيل العلامة بتاعتي وهعمل 2 غرزة حشو، الشكل ده، بعدين هعمل 1 غرزة حشو في التانية، وبعدين في التالتة هعمل 2 غرزة حشو، في الرابعة هعمل 1 غرزة حشو،
في الخمسة هعمل واحدة غرزة حشو، في الستة هعمل واحدة غرزة حشو، في السبعة هعمل 2 غرزة حشو، في الثامنة هعمل واحدة غرزة حشو، وهشيل الماركر وهعمل برضو غرزتين حشو. يعني عملت غرزتين هنا، هعمل كمان غرزتين هنا. هو المفروض ان انا بتزايد 3 مرات، بس انا هنا هتزايد 4 مرات في الدور ده. تاني في الماركر، اول الماركر عملنا 2 غرزة حشو، وبعدين 1 غرزة حشو، وبعدين 2 غرزة حشو، وبعدين 3 حشو، 1 2 3، وبعدين 2 حشو، وبعدين 1 حشو، 1 تزايد. وبعدين هشتغل عادي لحد ما اوصل للماركر التاني. وصلت للماركر كده، فانا هعمل ايه؟ 2 حشو في اول غرزة، احط الماركر، وبعدين هعمل حشو، وبعدين في الغرزة الثالثة هعمل 2 حشو، في الرابعة هعمل حشو، حشو كمان في اللي بعدها، حشو كمان في اللي بعدها، بعدين تزايد في اللي بعدها، يعني 3 فردي، وبعدين تزايد 2 في غرزة واحدة، وبعدين 1 فردي، وبعدين في اللي مع الماركر دي هعمل تزايد، اللي هي نهاية الدور. بعدين بحط الماركر، بشد الفتلة كده وبحط الماركر بتاعي في آخر غرزة، بعدين بقفل الدور. بقفله ازاي؟ زي ما قلت لكم كده، بكرر، بسيب غرزة السلسلة دي، باجي كده بقفل الشغل بتاعي كده بالمنظر ده. بعدين اما ببدأ الدور بخش تحت الحلقتين وبشد الخيط بتاعي، بتقفل معايا كده، وببدأ الدور بغرزة سلسلة. عايزة اقول لكم حاجة، اللي عايزة تعمل قاعدة شنطة، بس انا في قاعدة الشنطة انا ما بعملش 3 هنا و3 هنا، انا احيانا بتزايد، بيبقوا 5 4 هنا و4 هنا، بس هي تنفع كقاعدة شنطة لو انت هتعملي شنطة مظبوطة وكل الاعداد زي بعضها، هنا زي هنا، وبرضو تقفلي نفس القفلة. انا هعمل الدور الجاي ده كله ثبات، يعني بكل غرزة غرزة حشو، ما عدا تزايد في الماركر ده، تزايد في الماركر ده، تزايد في الماركر ده، تزايد في الماركر ده. انا هعمل الدور ده كله زي ما قلت لكم كده غرز حشو، حتى هنا الدوران ده غرز حشو، ما عدا العلامات دي هعمل 2 غرزة حشو. انا هعمل الدور ده وارجع لكم. قلت اقفل معاكم، فانا هشيل الماركر كده. عملت غرزة حشو في الماركر، المفروض بتزايد 2 حشو، انا في المرة دي مش هتزايد فيها حشو. ليه بقى؟ لان انا هعمل هنا، هشد الخيط بتاعي كده، وهعمل هنا سلسلة كأنك عملتي غرزة حشو هنا، يعني بمثابة السلسلة دي. هقفل معاكو، قص الخيط بتاعي، بعدين ألسعه بالولاعة، هشد الخيط كده، شديت الخيط اهو، هعمل ايه؟ بإبرة التنظيف كده، وهدخل إبرتي من هنا كده في أول غرزة، سيب غرزة السلسلة دي، ودخل إبرتي كده اول غرزة، وشد بالشكل ده، وبعدين اجي هنا كده على الحلقة اللي هي في الغرزة دي من ورا، وبعدين اجي كده ادخل ابرتي، وشد، بقت معايا حلقة هنا بمثابة غرزة.
كده. كده انا ايه عملت فينيش الشغل بالشكل ده. بثبت الخيط بقى كده بإبرة التنظيف، بعدين بلسعه بالولاعة. بقت معايا بالشكل ده. اللي عايزة تعمل شنطة ممكن تعمل القاعدة دي وتعمل شنطة، دوران هنا زي دوران هنا. عايزين بقى نعمل المنزلقة دي، بس انا مش هعملها في انا هعمل دي سادة من غير ما اعمل الحرف ده، بس انا هعمله معاكم عشان تعرفوا هنعمله ازاي. يعني هجيب الخيط بتاعي كده وهدخل ابرتي من اي مكان في المنتصف، وبعدين اشد الخيط. بقت معايا حلقة على الابرة، اروح للغرزة اللي بعدها واشد الخيط واطلع من الحلقة، بعدين اروح على الغرزة اللي بعدها اشد الخيط واطلع من الحلقة، اروح على الغرزة اللي بعدها اشد الخيط واطلع من الحلقة، وهكذا لحد ما اوصل للدوران بتاع القاعدة اللي احنا عملناه، اللي هي القاعدة البيضاوية بالشكل ده. هتبقى معايا بالشكل ده كده. هتكملي لو انت عايزاها بالطريقة دي، هتكملي لاخر الدور. هتيجي لاخر الدور وهتلضمي الابرة زي ما انا هنا القاعدة، هتنهي هنا، هتدخل الخيط من تحت الحلقتين دول، وبعدين تروحي للغرزة اللي قبلها وتدخل الخيط من طرف واحد وتنهي الفينش بتاع الشغل بتاعك. انا مش هعمل بقى الخط الابيض ده لان انا عايزاها سادة. فهنعمل ايه؟ هغير الابرة، هاخد ابرة 3.5. انت اشتغلي بالابرة اللي انت عايزاه. وهجيب الخيط بتاعي بالشكل ده واخش في الحلقة الخلفية، حرف الفي اهو، هخش من اي مكان كده في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، بعدين اعمل سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. وانا واخده خيط البداية معايا اهو، والحلقة اللي بعدها اخش في حرف الفي في الباك لوب اللي هو الحلقة الخلفية للغرزة، واعمل غرزة حشو كده. بالشكل ده عشان تبقى معايا القاعدة بالشكل ده. ان طبعا هتعملي واحدة زي دي وواحدة زي دي، يعني الاتنين هتعملي اتنين قصاد بعض عشان انت هتقفلهم على بعض. فانا هعمل الدوران ده في كل غرزة، غرزة حشو في الحلقة الخلفية اتنين مع بعض، دورين مع بعض، واجي هنا واقفل. عملت السلسلة اهو، مش هقفل بقى في السلسلة، هقفل زي ما علمت، هشد الخيط من هنا وبعدين اخش تحت الحلقتين واطلع بغرزة ايه سلسلة، وبعدين في نفس الغرزة اعمل غرزة حشو في بداية الدور وهكذا. فانا هعمل دورين بالشكل ده وارجع لكم. خلصت وعملت السوستة اهو، ثبت واحدة خيط التانية كده بالشكل ده.
انا بثبت السوستة قبل ما اقفل الايه المقلم، بعدين بركب لها الجرار عشان تبقى سهلة عليكم. بالشكل ده صراجة كده، تخلي طرف السوستة كده بالشكل ده وبتخيطي كده، طرف باين من الايه من الشغل كده. انا هخيطها زي دي كده وارجع لكم. ركبت السوستة اهي معايا بالشكل ده وطبقتها اتنين كده على بعض. بعد طبعا ما ظبطت هنا وظبطت هنا لازم يبقوا السوستين قد بعض، تعملها كده تركبي السوستة وبعد كده بتركبي الجرار. وبعدين بتجيبي كده الفتلة بتاعتك من اخر السوستة، بس بتبقى قافلهم على بعض كده، يبقى غرزة قصاد غرزة. جيب الخيط بتاعك بتشد كده الخيط من فتلة، يعني الفتلتين اللي قصاد بعض دول اللي جوه، وبتسيب الفتلة دي يعني الفتلتين اللي قصاد بعض دول، تسيبي دي وبتاخدي دي، تاخدي دي معاه كده، شد خيطك كده بالشكل ده. بعدين بترتفع سلسلة عشان تثبت الشغل، بالشكل ده بتجيبي دي قصاد دي، كل اي غرزة قصادها غرزة، وبتعملي منزلق كده، فتلة قصاد فتلة، تعملي منزلق. بالشكل ده فتلة قصاد فتلة، يعني حرف ال V بتاخدي من جوه ايه حرف ال V، الفتلة اللي هي الباك لوب مع اللي هي قدام، يعني هي دي الباك لوب من هنا، يعني واحدة ورا وواحدة قدام اهي كده، وبتشد الخيط وبتطلعي من ايه من السلسلة كده، بتبقى منزلقة بالشكل كده لحد ما بتوصلي لآخر العلامة دي بتاع السوستة اللي بعدها، هقفلها وهرجع لكم. وبكده تبقى المقلمة خلصت معانا، واسعة من جوه اهي، واخدة حاجات كتير. طبعا دول بيتخيطوا، انا لزقتهم كده قبل ما ابقى اخيطهم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد انا بعمله.